إذا سيداتي ونساتي سادتي متابعينا الأعزاء مشاهدينا الكرام الشوط الخامس للخيل المهجن الأصيل تكافؤ الدرجة الرابعة مسافة 1200 متر 16 جواد مشارك في هذا الشوط بانطلاقة قوية من قبل الجواد رمز دانكوت لسيد عبد الهادي منع الشاوني عدنان هوا على الصدارة وعلى المركز الأول محاولة خفض الصدارة من قبل الجواد رقم 6 الجواد ليونز بارك السادة مربط العز محمد حسين الأنف توماس لوكاسكا ومحاولة الجواد أيضا رقم 10 تانك راي الصدى مربط إنجاز جاسم الغزالي جيبي جامبر على الصدارة وعلى المركز الأول محاولة العمادي من الخارج مع الجواد رقم 1 الجواد دهم لسيد عبد اللطيف العمادي ابراهيم المالكي سالم غلام الان من الخارج لكن جي بي جامبر على الصداره وعلى المركز الاول تانك راير ابراهيم جاسم الغزالي على الصداره وعلى المركز الاول محاوله الجواد رقم 6 ايضا الجواد ليون سبارك الصدى مربط العز محمد حسين توماس لوكاس الان على ثالث مركز محمد الكثيري مع الجواد رقم 16 الجواد كروسن اولوري الان على الصداره وعلى المركز الاول الخط المستقيم باتجاه خطنا محاوله جاسم الغزالي مع الجواد رقم 10 الجواد تانك راير على الصداره وعلى المركز الاول مربط انجاز على الصداره محاوله الكثيري من قبل الجواد رقم 16 الجواد ريلانا عبد العزيز علي الكبير استيفالز على الصداره وعلى مركز المعوج جسم الغزالي من الداخل ومحاوته هاري بنتي من الخارج هاري بنتي لكن الصداره مع الجواد رقم 16 الجواد رقم 16 كريستيالوري الى الصداره والى المركز الاول كريستيالوري عبد العزيز الكثيري استيفالز 1000 مبروك.